من سينتخب من إن كان أهل الدار بعيدين عنها؟ هنا فئة لا تفكر إلا بمأواها وقوت يومها، وهنالك فئات أخرى كانت أوفر حظا فعادت إلى منازلها، لكنها ما تزال تحمل خيبة الأمل من الوجوه السابقة وما آلت إليه الأمور في سنوات عشر قد مضت. فكانت هذه من أسباب عزوف سكان الموصل عن التحديث البيومتري. طبعا كما سألت هي الإجابة الخيبة وفقدان الثقة بين الناخب الموصلي أو الناخب العراقي، ومع الأخطاء اللي صارت في الانتخابات السابقة والتي سبقته والتي سبقتها، خلت المواطنين كلهم ما يتقدمون أو ما يرغبون يروحون للانتخابات. سيخوض في الانتخابات البرلمانية في نينوى قرابة 500 مرشح يتنافسون على 34 مقعدا نيابية، منافسة هي الأشد من نوعها خصوصا مع نظام الدوائر الانتخابية الذي كان يعتقد أنه سيسمح بالتغيير، لكن المال السياسي واستغلال المناصب الحكومية من قبل الأحزاب جعل المسألة أكثر صعوبة على المستقلين. يعني للمواطن مربك وحائر في إعادة منزله المهدوم، إعادة راتبه الشهيد المفقود، كل هذا ساعد في عزوف الناس على الانتخابات. نسبة التحديث خارج المدينة كبيرة نسبيا عن نسبة التحديث داخل المدينة، يعني أقدر أقول لك نسبة التحديث خارج المدينة عبرت 80%، أما داخل المدينة فهي أقل من 40%. ست مؤسسات رسمية رشح مدراؤها ضمن عدة كتل متنفذة، أمر جعل معركة المرشحين المستقلين مع الأحزاب الكبيرة أكثر من صعبة إن صح وصفها. أما نسب التحديث في الموصل لم تصل إلى نصف ما وصلت إليه نسب التحديث في الأقضية والنواحي. ويخوض عدد من المرشحين المستقلين الانتخابات المقبلة في تحد أمام المال السياسي ونفوذ الأحزاب المهيمنة على السلطة، بالإضافة إلى استغلالها للمناصب الحكومية في المحافظة، وتبقى فرص التغيير أمامهم صغيرة إن كان سيحدث أي تغيير في المستقبل. من الموصل محمود الجماسة، قناة التغيير.